هاي أصدقائي، طالعين أنا وأم سيف لحتى نشتري أغراض. أم سيف لسه فوق عم تلبس، أنا أجيت وثبتت الكاميرا لأني رح أعمل بأم سيف أقوى مقلب. خليكن معنا مشان تشوفوا المقلب. أختي حابة أحكي معك بموضوع. تفضلي. مثل ما بتعرفي انه انا وخطيبي تركنا بعض. ايه. وانا حبيت واحد وبدي اهرب معه. ايه. شو ايه بدي اهرب معه؟ شو رأيك انتي؟ هالفكرة حلوة. بصير اكشن بحياتنا، حماس وهيك، نبرك ندور عليكي. انا ما عم بمزح، عم بحكي عن جد. لو انا ما عم بمزح. عجب عنده أخ، يا ريت عنده أخ مشان أهرب معك. أنا عم بحكي عن جد، بدي أهرب معه لأن إحنا منحب بعضنا. إن أنا فكرة حلوة، أنا بشجعك على هذا الشيء. برافو عليكي، ممتاز. وأنا ما كانت بدي أقول لحدا، جيت قلت لك بس لألك. أعلك شغلة نانو، أنت أفشل وحدة بتعمل مقلب بالكون. كتير فاشلة. ليش؟ حدا بيحط الكاميرا هون ومبين انك عم تسجلي فيديو؟ يعني ما مشي عليك المقلب؟ لا ما مشي اكيد. ايه شو بيعرفني اليوتيوبر كله بيحطوا هيك الكاميرا وبيعملوا مقالب. هلا انت ايش بدك من اليوتيوبر الباقيين؟ على فكره اليوتيوبر الباقيين بيكونوا متفقين مع بعض، كان اللي من اول الشيء وبتفق معاكي، بعتبر حالي ما شفت الكاميرا وبكون طبيعي. تعي تعي عيدي يلا. بعتبر حالي هلا انا دخلت على السياره، عيدي عيدي من اول شيء جديد. يلا نمشي. اختي انا بدي اهرب مع واحد لاني بحبه. بتستحي على حالك انت بتهربي مع واحد؟ بدك شعقال للعيلة؟ كلبي عم تضربي عن جد؟ لك ايش بدكم مشان يبين المقلب حقيقي؟ يعني ما مشيت معاكي؟ طفي طفي الكاميرا، وافشل وحده بتعمل مقلب ومقلب تافه جدا جدا. طفي الكاميرا وخلينا نروح نجيب الاغراض ونرجع. خلصيني. انا بحبكم كثير. سلام، افشل مقلب بالتاريخ. يلا